مختلفة بمدينة النجف الأشراف. نعم. اليوم احنا باشرنا بهذا المجمع السكني صدقني من تبرعات بسيطة، لأن احنا دعمنا لا من جهة سياسية ولا حزبية ولا أي موضوع، جهد ذاتي من الناس هي نفسها. ربي يوفقك إن شاء الله. الله يسلمك. سعيدين جدا بتواجدك ويانا. احنا من خلال برنامج بينا هن ما يسعنا غير أن نشكرك وأيضا نحاول نساهم بشيء بسيط. شكرا جزيلا. الظرف ب 250 ألف. شكرا إن شاء الله بك تساعدك. إن شاء الله مو بقيمته بس يعني على راسي. الله يحفظكم. موفقين إن شاء الله. تعرف على راسي. الله يحفظكم. الله يحفظكم. احنا وسهلا. 100 ألف. عافيك عافية باشا. شكرا جزيلا. السلام عليكم عمو، رمضان كريم عليك. كل الهلا بيك. الله يسلمك. اهلا وسهلا. هلا مرحبا. طب هاي الاجواء الرمضانيه الحلوه هسه شفناك بالبستان، جينا حتى نسولف وياك. اهلا وسهلا بكم. اول شيء تعرف حضرتك؟ ابو طاهر. عمو ابو طاهر سولف لي، انت هنا فلاح بالقعمو؟ اي فلاح، يعني احنا اهل اجره. اي فلاح يعطونا يوميه حد الظهر، وهي هاي شغلتنا. انتوا ناس زارعين؟ خضره بالشتاء، كروبيس، كراث، بجيل، سبزي، كزبرة، إشبين، جعفري، حلبة، هنذن مالات الشتاء اللي موجودات. وبالصيف باذنجان، خيار، فلفل، اللي ذن موجودات مالات الصيف ومالات الشتاء اللي قلت لك بيهن. هسه راح أسألك سؤال. اتفضل. إذا جاوبتنا عليه راح نعطيك جائزة. اتفضل. تمام. راح أسألك بمثل عراقي. أي. أنا راح أقول لك بداية المثل وأنت تكمل. نعم. احكي. أوعدك بالوعد. وزقيك يا كمون. وزقيك يا كمون. عاشت إيدك. فزت ويانا بجائزة قيمتها 250 ألف مقدمة من برنامج بينا هن على قناة MBC عراق. بعد قلبي. شكرا جزيلا لك. وأنا جزيل الشكر لكم. الله يعطيك الصحة والعافية. قناة MBC. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. صورة لك شايلة جفوفي من كثر ما باوعتها بعيني صارت انطبع، وانتظرتك نخلة هجروها أهلها وهي ما هجرت أملها، وكل ربيع تهز طلع وانتظرتك آه ما تخفى وتزول